بصي، حبينا نقول نجار الاول لاني بصراحه ميكس كلنا عايزين نتعرف عليه. يعني وانا بذاكر كده الحلقه ايه اللي جاب طالبه في كليه هندسه، ويمكن طموح اي بنت تطلع بقى مهندسه وحاجه ليدي كده، ايه اللي يدخلك في مجال نجاره واكشن وحاجات كتير قوي هتحصل. عرفينا الاول في البدايه عن نفسك. انا مريانا مكرم عبد الملاك، طالبه ثانيه هندسه، عندي 19 سنه في جامعه 6 اكتوبر. ابتديت اشتغل كده ان انا اساعد، بس ان انا اناول حاجه، اقف اسند خشبه وبابا بيقطع. انت كنت حابه ده ولا انت طلب منك انك تعملي كده في البداية؟ لا لا لا، انا كنت حابه ده، اللي هو حابه ده، وكمان علشان بابا بيبقى كان بيشتغل لوحده، فبيبقى محتاج ناس، والناس اللي بيجيبها يعني بتدبسه في شغل وفي مواعيد وهو هيبقى لوحده، فحاجة أنا حباها مع زنقة زي كده. فبابا رحب بالفكرة جدا، وابتدى ان هو يقولي لأ ماشي تمام واشتغلي معايا وكده. كان في الأول معترض شوية عشان اللي هو أنا لسه كنت صغيرة قوي، يعني شغالة بقالي 8 سنين بس، لكن قبل كده كنت بتعلم. خليني أقف عند النقطة دي، انت ابتديتي امتى بالظبط؟ بصي، ان انا امسك الحاجه بايدي وانا اشتغل من 8 سنين. وانت عندك 8 سنين؟ لا، من 8 سنين. لكن من وانا بقى صغيره خالص في ابتدائي وكده، لا كنت بقف مثلا اساعد امسك خشبه قصاد بابا وهو بيقطع، اسمر نص المسمار، كل الحاجات دي. فابتديت يعني واحده واحده كده لغايه ما بقيت تمام جدا فيها يعني. ومجال دراستك بقى يعني ايه؟ هندسه، ويعني ايه اشتغل نجاره ومهندسه في نفس الوقت؟ بصي، هو اول حاجة بيبقى صعب شوية ان انا اوفق بين الاتنين، بس انا مع ان انا حابة المهنة، فمش هاجي على حساب دراستي او على حساب مهنتي عشان حاجة، فهبدأ اتقن بين الاتنين. هبدأ اشتغل في الفترة اللي انا فيها فاضية او في الاجازات. في الفترة بتاعة الدراسة ببقى كل وقتي للدراسة بس، يعني انا هنا يعني لو مثلا بابا مزنوق وانا في الدراسه، لا هنزل اشتغل لو هو مزنوق وانا مش مزنوقه قوي في الدراسه. اصل دراسه الهندسه دي برضو صعبه، محتاجه صعبة. وقت ومحتاجه مجهود بالظبط. فالفكره ان انا اظبط ان انا وقتي لازم اظبطه، فان انا اشتغل في فتره انا فيها يعني عندي دراسه وكده، فديت بالنسبه لي ان انا اتقنت وقتي صح وعرفت ان انا ظبطه. فالدنيا دي يعني معايا، حاولت يعني خدت مني فتره طويله عبال ما ظبطتها، بس لا تمام يعني. طب قولي لي في البدايه، يعني كبنت مجال النجاره برضو صعب للولاد، لما جيتي تحكي لحد او لاصحابك او انا هخش المجال ده، ما حدش قال لك لا يا بنتي المجال ده صعب مش للبنات، البنات عايزه نعمل ضوافر نعمل شعرنا، ازاي قدرتي توفقي وتقنعي اللي قدامك بده؟ بشغلي، اقنعته بشغلي. لما يشوف شغلي كده اللي هو يعني شخصيه فعلا صنايعيه، فلا انت كده جامده. فابتديت بقى ان انا اقول لهم مثلا ايه، يعني صحابي لما عرفوا ان انا بشتغل، طب انت بنت وانت كده، فقلت لهم لا يعني ليه ما بقاش عامله حاجه مختلفه وجديده عن الدنيا كلها، واغير فكره المجتمع على الاقل او البلد اللي انا عايشه فيها. فابتدى ان هو ابتدى ان انا واحده في واحده كده الناس، وانا مثلا ببقى شغاله في الورشه او معديه مع بابا في حته رايحين شغل او كده، يقولوا هو انت ليه تعبها معاك وهي بنت وكل الكلام ده، او نظراتهم بتبقى يعني صحيح. مش حلوه شويه. فابتديت اللي هو اتضايق لان انا كنت لسه صغيره، فابتديت ان انا اتضايق من نظراتهم وكلامهم، اللي هو بيقولوا لبابا انت ليه بتشغلها معاك، انت تعبها، انت ضغطها عشان انت ما عندكش ولد. لا هو مش ضغطني ومش هو ما اكبرنيش على حاجه، انا اللي عايزه ده. ما اثرش عليكي نفسيا وقلتي لا خلاص انا مش هكمل في النجاره؟ انا هو اثر عليا، بس انا لو فضلت اسمع لكلام الناس مش هستفاد بحاجه، لان انا لو عملت حاجه صح وحاجه غلط هما كده هيتكلموا وكده هيتكلموا. فانا مش بعمل حاجه غلط في منظرهم ان انا بعمل حاجه غلط، لكن انا مش بعمل حاجه غلط. فطبيعي لا ما وقفتش عند ده، ولا كملت اللي هو ابتديت لما كبرت بقى وفكرت في الكلام ده، فلا يعني
حبيتيه اكتر؟ اه حبيت المهنة اكتر، اللي هو انا هطور اكتر عشان نظرتكم تتغير اكتر. احنا كمجتمع بسيط بيشوف ان البنت لا، البنت تخش حاجة ما تتبهدلش فيها، وانك تطلعي شغل برا او شغل مكاتب الحاجات دي. لكن طب انا دلوقتي لو دكتورة، احنا شايفين فيديو ليكي على الهوا، انت ممكن يعني تشرحي. هنا انا كنت بنقر قوايم لدرف شبابيك وحاجات دي. انت بتعملي ايه؟ طب احكي لنا ايه شغلك بقى، ايه طلعتي ايه من شغلك؟ بصي انا بشتغل في كل حاجه، نجاره شامله كل حاجه، يعني ببان وشبابيك وموبيليا ومطابخ وانتريهات وكل حاجه يعني. بس كانت اول حاجه اعملها كانت دولاب، كانت اول كانت اول حاجه اعملها ان بابا اديني مقاسات الدولاب وان انا ايه ابدا اكبسها وان انا اظبطه. طيب يعني انا دلوقتي مثلا عميله جايه مش هقتنع بقوي شغل البنت، ازاي بتتعاملي بقى مع العملاء وتقنعيهم بشغلك؟ بدايه زي ما قلتي بشغلي. يعني اول حاجه هم بيجوا يتفرجوا، يعني بيبقى في شغل انا شغاله فيه فبيجوا يتفرجوا فيه. هو الشكل من بره تمام، لكن في فنيات بتبقى فيها، يعني مثلا الدرج لو بيحك، لو ما بيدخل مزنوق، دي حاجات بتبقى بسيطة جدا. الناس في ناس بتدقق فيها وفي ناس ما بتدققش. الدرفة بتاعت الدولاب مثلا، في لو جرار بتجري وفي جرار مثلا لو تقيل شوية، فدي برضو على حسب ضبطة العجل بتاعها، وكل حاجة ليها حاجة. يعني ناس اقتنعت بيكي كبنت في مجال النجارة؟ يعني انا كمان من قبل ما ادخل هندسة هم ملقبني مهندسة، مهندسة مريان. احنا هروح بقى لمجال الهندسة. ايوه تمام. ايه علاقته بالنجارة؟ هل في رابط ما بينهم ولا ده في حتة وده في حتة تانية؟ هو في رابط بالنسبة للعمارة. انتي تخصصتي عمارة؟ هتخصص عمارة ان شاء الله السنة دي. فانا حابة ان انا ادمج دي بدي، دي مهنة انا حباها ودي بتخليني افكر اكتر في حاجات احسن، فعايزة اخلي ادمج الاتنين ببعض فتبقى الدنيا اللي هو يعني انتي تخطيطك شوية. عمارة علشان النجارة يعني تكملوا بعض بالظبط. فانا حابة ده جدا يعني. طب حلو، قولي لي الصعوبات اللي قابلتك. اكيد طبعا في مضايقات، في صعوبات، في نفسيه، في روح طبعا بتتصبع حواليكي، كلميني عنها اكتر. زي ما قلت لحضرتك في من شويه حوار النظرات والكلام والحاجات دي، بس ابتدى ان هو ما ياثرش معايا في حاجه، يعني ان انا ابدا ان انا اشتغل اكتر واعمل شغل يثبت ان انا يعني مش قليله ان انا اشتغل في حاجه زي دي. بالعكس اللي هو الناس بتسأل عليا لو أنا مثلا مش موجودة في الدراسة أو كده بيسألوا عليا بابا دايما، فيعني دي حاجة بتفرحني جدا. بيتواصلوا معايا كمان، بيطلبوكي، احنا عايزين مريانة هي اللي تعمل لنا الشغل ده. يعني بيقولوا ما احنا هنستلم منها، هناخد نشتغل تشتغل هي كده. طب بتعملي بقى عفش كامل؟ يعني لو في عروسة جاية لك وعايزة تعمل عفش بيتها مثلا والحاجات دي كلها، بتقدري تسلميها في قد ايه وتقنعيها بشغلك ازاي؟ على حسب هي وقتها قد ايه وجاية لي امتى، وده على برضو من ترتيباتي للشغل، ان انا مثلا اشوف لو انا في كذا شغل معايا بشوف الترتيبات بتاعتي ايه، اقرب وقت مثلا كمان شهرين فهبدا اشتغل فيه، اللي بعده دي يعني دي اقرب حاجه فهبدا اشتغل في دي في البدايه، ومع ذلك مش هسيب برضو القديم. يعني الحاجات اللي هي موعدها بعيده شويه برضو مش هسيبها، عشان بعد ما اخلص دي هبقى اكون اتزنقت في وقت تاني، فهبدا ان انا اشتغل في دي ودي، بس الاولويه للميعادها قريب. وابدا بقى ان انا اظبط لها في الرسمه لو فيها حاجه، ابدا اقعد انا وبابا كده نظبط الرسمه لو فيها حاجه ونكلمه او نكلمها في مثلا تعديل في الرسمه كذا. ونبدا بقى واحده واحده نشتغل انا وبابا سوا. انت بتعملي بقى افكار جديده انت ولا بتمشي على نهج بابا بقى او نهج اللي متعارف عليه؟ لا احنا بنمشي عامه بالحاجه الجديده. يعني كل ما ده كل ما بنطور نفسنا، يعني زي كده النت ما سابش حاجه اكيد، فاحنا بنمشي. يعني حد بيجي يقول مثلا انا عايز كتالوج او كده، لا انت ادخل على النت شوف اي رسمه انت عايزها او انت عايزاها وانا اعمل لك زيها. او اعمل لك حاجه مشابهه ليها وتبقى برضو يعني
في اللي هو النظام اللي ماشي جديد. لو فيها تعديلات التعديل يخلي الاوضه فاحدث فاه لا هعملها اكيد. طب معروف دايما ان اللي بيشتغل في مجال النجاره ده بيبقى باله طويل والتسليم بيبقى بعيد بالظبط قوي. صح مظبوط. ايوه. هل فعلا حصل معاكي مشكله في مره وجي حد قال لك لا انا اتاخرتي قوي في تسليم الحاجه المعينه؟ هو بيحصل فعلا يعني دي بيحصل بجد، بس بحاول ان انا يعني بيبقى اول حاجه بيبقى غصب عني من الضغط الشغل اللي عندي، او مثلا تاخير في دهان او تاخير مني او ايا كان التاخير منين، بس بيبقى يعني غصب عني اللي هو يعني مش بيبقى مزاجي يعني. فحصل مني. شايفين معانا على الكاميرا علقيننا على الصوره بابا. اه ده بابا. ايوه ده المشجع الاول في حياتك مظبوط. ده بطلي ده ده بطل. ده قدوتي في الحياه اصلا. اكيد. ما اعترض في البدايه شويه؟ اه. يعني اقنعتيه ازاي؟ لين معاكي ازاي؟ بصي هو في البدايه ده اللي انا كنت مثلا في اولى اعدادي ابتديت ان انا اكلمه بابا انا عايزه انزل اشتغل، فقال لي يا بنتي الناس ومش الناس، فهو في البدايه كان مفكرني بهزر يعني عشان لسه طفله صغيره. فلما لقاني بقى لما كل ما بكبر كل ما بلح عليه اكتر، فاللي هو لا ده مش اللي هو كلامه خلاص، هي عايزه فعلا تشتغل. فقال لي الناس ومش عارف ايه وكده، قلت له لا احنا نعمل فكره بقى مختلفه وانزل اشتغل وكده. فبعدها بقى يعني ايه اتكلم مع ماما واختي، وهم بالعكس على فكره يعني رحبوا جدا بالفكره جدا. مفيش حد قال لك لا 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 انسي الفكره دي انت بنت وتروحي فين وتسلمي لمين كأهلي من البيت؟ لا لا طبعا لا مفيش الكلام ده يعني. حتى في ناس من صحابي شجعوني ان انا انزل اشتغل او بيشجعوني يعني، مثلا لما بنزل فيديوهات لحاجه انا خلصتها مثلا وسلمتها وكده، اللي هو بيشجعوني بلاقي منهم كومنتات تشجعني واللي هو بتفرحني. فاللي هو وفي من اهلي كمان يعني، انا عندي برضو ناس كتير جدا شجعتني. فدي حاجه جد بتفرحني جدا يعني. احنا اللي فرحانين بيكي بصراحه بجد يعني. ميكس قدامنا رهيب يعني. يعني الشباب اللي دايما بتفقد الامل، وشباب بقى اولاد مش بنات، مش هنروح لفئه البنات، انا مش لاقي شغل مثلا، او انا انت دورتي على حاجه جواكي انت بتحبيها بالظبط وبتميزك عن ناس كتير قوي يعني. مفيش بنت هتقدر تفكر ان انا انزل في مجال النجاره ده بالظبط. طيب في بنات دلوقتي كتير بيشوفوكي، تقولي لهم ايه؟ بقول لهم اي حاجه انتوا حابينها تشتغلوا فيها ايا كانت، لان الشغل مش عيب، وانتي هتقدري تشتغلي الولاد هتشوفك هي لقت شغل ازاي، طب ما احنا كمان ننزل نشتغل. انا اعرف ناس عندنا بنات وولاد بيشوفوني بيجوا يسلموا عليا احنا عايزين نعمل زيك. طب انتوا ايه اللي منعكم؟ اعملوا زيي فعلا يعني، ابداوا انزلوا اشتغلوا، ايه المشكله؟ ويجي مثلا من ضمن حاجات حصلت قدامي ان في ولاد تقول انا مش لاقي شغل. مش لاقي شغل يعني ايه؟ انا بشتغل اهو. صح. يعني انا بشتغل كبنت بشتغل، ومهنه انت نفسك لو اشتغلت فيها يومين هتزهق منها وتقول لا عفره والحوارات دي كلها. طب ما تنزل تشتغل يعني، دور على شغلانه اهم حاجه تكون حاببها، لان انت لو مش حابب الشغلانه مش هتنجح فيها ومش هتسلك فيها. هو قبل ما يدور على شغلانه انت دورتي على اللي جواكي اللي بيميزك عن التاني وخليكي فعلا ناجحه دايما وثابته في مجالك. احنا فخورين بيكي يا مريانة النهارده حقيقي يعني، مثال يحتذى به، مثال لكل بنت بتشتغل وبتدرس وبتروح وبتيجي كمان السكن والجامعه في مكان يعني. حقيقي احنا فخورين ومبسوطين جدا ان انت كنتي معانا النهارده. ربنا يخليك.